أنا اسمي يوسف إبراهيم أحمد من محافظة الأقصر مركز اسم قرية الدير. معايا قصيدة عايز أقولها بعنوان قائمة فساد، بقول فيها بيقولوا قائد الضربة الجوية، وأنا بقول قائد كل الحرامية اللي باع التراب والمية وضيع كرامتنا وهن عليه، شعاره مستقبل أفضل، بنقول يا رب ده يحصل، والمستقبل نفسه بيسأل ده بيتكلم على إيه؟ 30 سنة شعبه محروم، قاعد على الكرسي حالف ما يقوم، غير الدستور لوقت اللزوم علشان يورث العزبة لجمال بيه، وعملوا حزب على هواهم يلم الحرامية اللي معاهم، لا مليون ولا عشرة كفاهم، واللي يعارض أو يتكلم ينهيه. هذه آخرة الطيابة لما وقعنا في عصابة، لا زيها مافيا ولا علي بابا، ونقول أحسن من غيره ويهديه. ناس بتقول كان كويس وناس بتقول ده مهيس، وأنا بقول ظلموا اللي عينه ريس، وناس حيلتها تدعي عليه، اللي المفروض يكون قدوة عمل على بيعنا دراسة جدوى، كأنه كسب الشعب على الطاولة ومصر كأنه شاريها بجنيه، عملوا على أملاكنا أوكازيون، هتاخد أرض ولا هيئة ولا التلفزيون، فاكر نفسه ويبيع ليمون، هذا اللي الشعب فاكر إنه حميه. استكتر علينا العيش ونعيش، وسايبها فاضية من السلوم للعريش، ودفن من الجيزة لأبو الريش، يرحمك يا سادات بلتنا بيه. اللي رافع راية الديمقراطية بيحذرك إياك تتكلم عليا، لأحسن تلبس أي قضية، متطرف إرهابي شيوعي وبده سيف. الصعيد كأنه دولة مجاورة وما فيش مجال للمحاورة، رجاله كلها مهاجرة من كتر ما ضيقها عليه، سكننا له الجبل وملأنا له بالجرة، والبرد كمان أكل عضمنا بالمرة، بنتكتف للجيش والسخرة، وبأكلك إياك يتحرق البيت على اللي فيه. وشكرا.